السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحب نقدم أول درس عن كيفية توصيل ساعة الميجا سيستم. طريقة سهلة إن شاء الله. قبل ما نبدأ في أول درس نحب نذكر الإخوة بميزات هذه الساعة اللي تعتبر أول ساعة سباق الحمام الزاج الإلكترونية في ليبيا بإذن الله. طبعاً عندي ساعة تحمل 1000 حمامة. اللي عنده 1000 حمامة يمكن المشاركة في أكثر من 10 سباقات في نفس الوقت. الساعة تحمل حتى اللغة العربية. قفل الإشارة بعدين حنشرحوه إن شاء الله. كابل 5 متر لتوصيل الأنتنة للساعة. خيط الكهرباء. لوحة الأنتنة. لوحة الأنتنة طبعا يوجد 4 مقاسات من حوالي 20 سنتيمتر إلى 78 سنتيمتر إن شاء الله. نبدأ على بركة الله كيفية توصيل ساعة الميجا سيستم. أول حاجة قبل ما نوصلوا الساعة بالكهرباء نوصلوا الخيط الأول الأنتنة وصلوا الطرف الاخر للوحه الانتنة. طبعا زي ما نشوف هنا في اللوحه عندي مدخلين. في حاله عندي لوحه انتنة اخرى طبعا يجب يكون عندي كيبل واحد ثاني باش نوصل بالجهه الاخرى. كان ما عنديش حنحط قفل الاشاره. ضروري جدا وضع قفل الاشاره. اول حاجه نركبوا الانتنة. بهذا الشكل نكون وصلنا الساعة بالأنتنة. بعد ذلك نجو ركبوا خيط الكهرباء. هتشتغل الساعة مباشرة. نكتفي بهذا القدر ونلتقي في الحلقة الأخرى إن شاء الله عن كيفية القيام بسباق تدريبي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.